جبنة لي ما تغمضت جبنة لي ما تغمضت طاروا بهم زحمضة طاروا بهم زحمضة جبنة لي ما تغمضت طاروا بهم زحمضة ما لقينا له ثمن وعايش في أمريكا ما لقينا له ثمن وعايش في أمريكا قال لكم سي شفيق هذوك تعليمات وخوهم في البريد وشرفوهم على الريد. مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم كنت ناوي باش نتكلم على الانتخابات، وكنت ناوي نتكلم فيها في محورين. المحور الاول كنت غادي نتكلم مع العروبيه سكان الباديه، لان القصر معول عليهم بشكل كبير باش يصوتوا في الانتخابات. علاش؟ لحقاش العروبيه تيشكلوا نسبه كبيره من ساكنات المغرب، بمعنى انهم تيشكلوا نسبه كبيره من الكتله الناخبه اللي معول عليها انها تمشي تصوت، ولحقاش نسبة كبيرة منهم ما قاريينش ومربي فيهم الخوف من المخزن بصورة بشعة، إلى درجة أنني فاش دخلت في 2013 كنت زرت مجموعة من البوادي وكان يرحب بي بزاف، مرحبا مرحبا نهار غليظ وطبوزي هذا، والله ينصر مولاي الحسن. مولاك الحسن راه مات وش بيعموت، راه دابا عند مولاه ما عرفتش اش يقول له على الملاير اللي مكدسهم في الأبناك في الخارج، زيادة على أن الشيوخ والنياب ديال القبائل والقياد والمخازنيات يسوقوا العروبية المراكز ديال التصويت كما تتساق البقر ديال العلال. والمحور الثاني كنت ناوي نتكلم فيه مع الناس ديال المديدة، خصوصا الناس المسكولين. كنت غادي نبين بأن النصوص القانونية المنظمة للانتخابات وحتى الدائرة الملكية خاصها وقفة تأمل كبيرة باش نشوفوا راسنا واش حنا في دولة ديال المؤسسات ولا في غابة. كنت باغي نتكلم على السي الملك اللي قال في الخطاب الاخير ديالو انك الا ما مشيتيش تصوت، يعني كنتي من المقاطعين، فانت ما عندكش كاع الحق اطلاقا انك تشكي من بعد لحقاش ما مشيتيش تصوت اصلا، ولا مشيتي تصوت واختاريتي الانسان اللي بغيتيه يمثلك في الجماعه ولا في الجهه، فانت كتحمل المسؤوليه بوحدك وما عندكش الحق باش تشكي من بعد. هذا في نظري يعتبر الضوء أخضر لكاع الناس اللي ستنتخب باش يشفروا ويديروا اللي بغاو، وهذا مشكل خطير جدا لحقاش يؤسس لمسألة عدم المساءلة من أعلى سلطة في البلاد. ديروا اللي بغيتوا. وكنت باغي نتسائل واش البرلمان عندنا في المغرب فعلا مؤسسة شرعية، خصوصا الا شفنا بزاف ديال القوانين كتصدر على شكل دهائر ملكيه بلا اخبار البرلمان، بمعنى ان السي الملك هو اللي يشرع. ولا بغيتي تضحك شويه يمكن لك تدخل الموقع ديال مجلس النواب في الانترنت وتمشي لباب التشريع وتمشي للنصوص المصادق عليها ومقترحات القوانين ومشاريع القوانين، غادي تشبع ضحك. وكنت بغيت نسأل اش من سلطة عند رؤساء الجامعات ورؤساء الجهات ما داموا دائما تحت الرحمة ديال الباشاوات وديال الولات وديال العمال اللي المهمة ديالهم هي السهر على تنفيذ السياسات والمشاريع ديال السي الملك. وكيفاش يمكن رئيس جهة او رئيس جماعة يفكر مجرد تفكير بالنهوض بالجهة ديالو ولا بالجماعة ديالو اقتصاديا وهو ما عندوش معطيات ميدانية، لأن كاع المعطيات الميدانية كيتستفرد بها المندوبية السامية للتخطيط. وعلى ذكر المندوبية، أنا ما كنتش عارف شنو هي المندوبية، بغيت نعرفها، دخلت لعند الحاج جوجل، مشيت تنقلب، مشيت لمعجم المعاني، اش تلقى؟ لقيت بأن المندوبية جات من مصدر ديال الانتداب. الانتداب في السياسة شناهو؟ واسمع مزيان، الانتداب في السياسة هو الاحتلال الذي يقوم على فرض السيطرة على بلد ما عن طريق الإشراف على نظم الحكم فيها. ولقد نهجت الدول الكبرى سياسة انتدابية استعمارية بعد الحرب العالمية الأولى. وتعالى المغرب وشوف شحال عندنا من مندوبية. عندنا مندوبية ديال التخطيط، عندنا سامية، بعدا هادو كلهم تلقاهم سامية، يعني تاهي بحال شي امير. المهم عندنا المندوبيه الساميه للتخطيط،
عندنا المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج حتى هي ديال السي الملك، وعندنا المندوبيه الساميه للمياه والغابات ومحاربه التصحر اللي كانت تابعه لوزاره الفلاحه، وغادي نهضروا عليها من بعد فاش غادي نهضروا على اوكا فورست في حلقات اخرى. وكاين المندوبيه الساميه لقدماء المقاومين وسطر على ديك القدماء، وحتى المندوب السامي للتخطيط اللي معينه السي الملك احمد الحليمي عالمي، حتى هو ما عندوش بزاف ديال المعطيات اللي كيستحوذ على القصر، وحط هاد الحليمي هذا اي كادر تما كركوز من الكراكيز. وكنت بغيت نتسائل على هاد صحه الوجه اللي عند هاد الاحزاب المشاركه في هاد الانتخابات، كيفاش احزاب ما عندهاش مقرات في جل الجماعات والجهات ديال المغرب وكترشح عباد الله، ما عندكش مقر في واحد الجهه معينه، ما عندكش مقر في واحد الجماعه معينه، اعطيها اتساع. ما عندكش مقر بالنسبه ليا كتعني ما عندكش نخب، ما عندكش ناس متحزبين اللي تابعين ليك. ما تسناش تجي انتخابات وتمشي تدق على عباد الله باش تعطيهم التزكيه، تدير الشفاره الكبار في على راس اللائحه وكدير معاهم الدمدومات تجيبوا تصاورهم وتلصقوهم. انا عجبوني شي عيالات ترشحوا مع التقدم والاشتراكيه وما بغاوش يديروا تصاورهم في اللوائح، داروا على الاسماء ديالهم، يعني حشمانين، يعني كيديروا شي حاجه اللي تتحشم تتبهدل، ما بغاوش يبهدلوا بالصوره ديال العوائل ديالهم الحشومه. ولكن تحر راس تيحطوك هاك وجههم بندر، ما باغي نخدم البلاد اش باغي تخدم؟ تجاو دقوا عليك في دارك باش يعطوك التزكيه ديال الحزب تقول غادي تخدم، واش انت كتبع داك الحزب؟ واش انت عضو في داك الحزب؟ واش انت ناشط في داك الحزب؟ واش انت مناضل في داك الحزب؟ تعال من سماها الماء، السلام عليكم، زيد دخل يدقوا على عباد الله. واش عباد الله التزكيه تتعطى في القهاوي؟ واش عباد الله التزكيه تتعطى بالتليفونات؟ واش عباد الله التزكيه تتعطى بالفلوس؟ واش عباد الله الناس كتعطي فلوس صحيحه باش دار وكيل لائحه، باش تكون وكيل لائحه؟ واش هذه انتخابات؟ بالنسبه لي احزاب اللي ما عندهاش مقرات، ما عندهاش نخب، ما عندهاش اطر، ما عندهاش ناس اللي متحزبين معها دائما، احزاب اللي ما عندهاش حتى موقع في الانترنت، هذا حزب هذا. ومادام الاحزاب اللي عندنا في المغرب كامله ما عندهاش اطر، ما عندهاش نخب اللي كتغطي على الاقل نسبه قليله من الجماعات والجهات في المغرب، فبالنسبه لي هذه احزاب عاقره ما تتولدش، ما غيقر فيها لا حبوب اللقاح ولا عسل الحر ولا تحاجات، عاقرات صافي، احزاب عاقره. وكنت باغي نتسائل كيفاش رئيس حكومه ووزراء في هذه الحكومه نازلين للشارع وتيقولوا لعباد الله بان هذاك الحزب راه فيه الشفاره، هذاك الحزب فيه المفسدين، هذاك الحزب تيبيع الغبره، هذاك الحزب تيدير تبييض الاموال، لا نتوما شنو؟ نتوما ماشي سلطه تنفيذيه، علاش صوتوا عليكم عباد الله على قلتهم؟ علاش صوتوا عليكم؟ صوتوا عليكم حيت قلتوا لهم غادي نحاربوا الفساد والمفسدين، صوتوا عليكم جيتوا نتوما دابا تتشكيو علينا تتقولوا لنا راه فلان راه فاسد، فلان شفار، فلان قمار. احنا عارفين راه نتوما هما السلطه التنفيذيه، نتوما هما اللي خصكم تحاسبوهم ماشي حنا، علاش كتقولوهم لينا؟ راه ما صوتناش عليكم باش تقولوا القوله، راه حنا تنعرفوا نقولوا. الا كانت السلطه التنفيذيه ما عندهاش السلطه، يعني اي كراكيز محطوطين مأتن بهم المشهد، فما بالك باعضاء في واحد الجماعه معينه ولا حتى رئيس جماعه ولا رئيس جهه؟ شمن سلطه غادي تكون عنده؟ لا شيء، السلطة كلها في اليد ديال السي الملك ورباعتو حتى فرقة ما غلباتو. وكنت باغي نتكلم على التبهديلة ديال القرن اللي خرج بها وزير الداخلية نهار 31 غشت 2015، اللي هي اليوم 2 عاد خرج لينا وقال لنا بأنه 3 أيام بقات الخميس الجمعه كانت تصويت، 3 أيام قبل الانتخابات خرج لينا قال لك تم طبقا للقانون الغاء العمل ببطاقه الناخب والاشعار الموجه للناخبين، وسيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على بطاقه التعريف الوطنيه وحدها. انا هي كنتسائل
قال لك سيدي تم طبقا للقانون الغاء العمل بطاقة ديال مناخي. اش من قانون؟ اي قانون؟ اش من قانون؟ فكرني في سي الملك فاش قالوا له راه عندك الملاير في البنك ديال سويسرا، ناض دير بيان راه طبقا للقانون خرجنا داك الفلوس طبقا للقانون. اش من قانون؟ قولوا لنا اش من قانون. كان شي قانون في العالم بأسره اللي تيخول رئيس دولة انه يهرب الملاير لدولة اخرى؟ اش من قانون هذا؟ عطينا القانون نقراه، راه كاين الانترنت، عطينا نقراه. ما عندكش هذا القانون في الانترنت طبيعي في الكواغط وفرقي على عباد الله بالهليكوبترات على الديور في السطوحة، قول ها القانون اللي هربت به الفلوس للخارج. هذاك تيتسمى التريكيل الملكي. ولكن علاش وزير الداخلية دابا خرج بهذا القرار في اخر لحظة 3 ايام قبل الانتخابات؟ لحقاش عندهم العيون ديالهم داخل الشاب وعرفوا بان الناس ما غاداش تمشي تصوت، ولذلك بغاو باش يزيدوا يحرحروها مزيان ويديروا اللي بغاو الطرق ديالهم اللي معهوده، اللي تعرف اي مغربي باقي صغير تردع صبعو تعرف الاساليب ديال وزاره الداخليه والالاعيب اللي تتلعبها في الانتخابات. المشكل اللي غادي نطيحوا فيه هو فاش غادي يقولوا لنا النسبه ديال المشاركه، واش غايديروا لنا داك الشيء ديال النزوقيه ديال والو، واش غادي ياخذوا لنا النسبه من الناس اللي مقيدين في اللوائح، ولا غياخذوا لنا النسبه كما خصهم ياخذوها من عدد البالغين في المغرب اللي عندهم حق التصويت. احصاء يلاه داروه، راهم عارفين شحال من واحد بالغ عندنا في المغرب ووصل سن ديال التصويت. دونك بالنسبه لاي عاقل عنده غرام ديال المخ غيقول بان هاد الشلهبيه خصهم على الاقل باش يحافظوا على ماء الوجه ديالهم النسبه ديال التصويت خصهم يعطيوها لينا طبقا للعدد ديال المغاربه اللي واصلين لسن التصويت، ما دام انهم غيعتمدوا على البطاقه الوطنيه فقط لا غير طبقا للقانون كما قالوا هما. يعني وزاره الداخليه في مضربتها غيطوش دمها بحال داك القرع بقات فيا انا بعدا في موقف لا تحسد عليه. ولكن فاش تنقولوا وزاره الداخليه راها من وزاره السياده، راها كتمثل القصر، بمعنى فاش تنقولوا راه وزاره الداخليه في موقف لا تحسد عليه راه القصر هو اللي في موقف لا يحسد عليه. دابا نشوفوا اش من تخريجه غيخرجوا بها الشلهبيه والتعالب العجوزه ديال القصر من بعد فاش تسالي هاد الحريره ديال الانتخابات، ونشوف واش من نسبه غادي يعطيونا، واش من نسبه ديال الناس اللي مشجلين، ولا نسبه غيعطيوها لنا من الساكنه ديال المغرب اللي عندها الحق التصويت. تما غادي يبان لك التبهديل ديال بصح، وتما القصر غادي تبهدل واحد التبهديله اللي معمرها ما كانت له في البال، غيتبهدل وسط الناس العامة الناس، حتى الناس اللي ما قاريينش غادي يقولوا للسي الملك ومادام اعتمدتوا دابا على لاكارت ناسيونال باش تصوت، ايوا فاش يسالي هاد الحريره ديالكم ديال التصويت عطيونا النسبه ديال الناس اللي مشاو صوتوا مقارنه مع عدد الساكنه اللي واصله لسن التصويت. ما نساو لينا شي حاجه سميتها اللوائح. كنت باغي نتكلم على هاد التبهديل ديال هاد الحمله هادي اللي شفت فيها شي مناظر يعني تتمرض قباله وغياطه والشيخات وطوط طروطوط ووزراء غادي يضربوا بالرش تابعا الشيخات وطوط طروطوط غادي بهدية كنبقى مع السروال يهزو ويشطحو في السروال وصافي هو اللي بقى لي. انا تعجبت حتى ما بقاوش يقولوا داو والله ما خلاها عفاها عفاها حمرت وجه باها واللمبة والمرضية وقال لك باك وسير الله يرضي عليك. وكنت باغي نتكلم على الديمقراطيين اللي مقاطعين هاد الانتخابات ونزلوا للشوارع تيعبئوا يفرقوا منشورات اللي كتفيق عباد الله وتتوريهم وتتقول لهم ها علاش حنا مقاطعين الانتخابات وراه خاصكم حتى انتم تقاطعوا الانتخابات. كلاو الشبعه ديال العمود والشبعه ديال الزلاط مع العلم انهم حزب سياسي معترف به.
في الدول اللي تتحترم راسها ما يقدروش يقربوا الرموز حزبية معروفة. كنت من هذاك العمود اللي كلاو يكون لهم في الميزان ديال النضال ديالهم، وتحية كبيرة لهم لحقاش بينوا على واحد الشجاعة كبيرة بزاف، رغم المنع ورغم الزلاط ورغم العمود عاودوا خرجوا، ما زال تخرجوا ما زال غادي يخرجوا حتى آخر نهار في الانتخابات. وكاين المحافظين اللي حتى هما مقاطعين الانتخابات، مقاطعينها بالطريقة ديالهم، داروا تعبئة إلكترونية وبيانات وفيديوهات للتوعية، وفوتوا الفرصة على القصر باش يبهدلهم ويشبعهم زلاط في الزناقي، يعني بحال اللي إخوه به. كنت بغيت نتكلم على التبهديل اللي وصل له الأحزاب في المغرب من خلال نسب المشاهدة ديال الفيديوهات الدعائية اللي داروها بمناسبة ديال هاد الانتخابات، نسب هزيلة جدا. ما يمكنش حزب تيقول لك انا تنغطي كاع الدوائر اللي في المغرب وتيدير فيديو دعائي تيشوفوه 1000 1 2000 3000 4000، يعني التبهديل بعينه. واللي ضحكني بزاف هو واحد اللقطة في واحد الفيديو ديال الأصالة والمعاصرة، غادي نبدل لهم السمية انا بعدا، انا غندير لكم تسمعوا فيه غير شوية. ومدينة مكناس ان شاء الله غتوصل للمستوى ديال المدينات الاخرى اللي مسيرة من الأصالة والمعاصرة. اقوى اللحظات ديال الأصالة والمعاصرة فيديو دايرينو في الموقع ديالهم، واحد من الاطار ديال الحزب تيقول بان مدينه مكناس غادا توصل للمستوى ديال المدينات، جمع مدينه ومدينات ماشي مدن، توصل للمستوى ديال المدينات الاخرين اللي مسيرها الاصاله والمعاصره. فبهذه المناسبه وقال من الاحسن يبدل السميه يردوها المدينات والتراكتورات احسن من الاصاله والمعاصره. هادشي كامل كنت غادي نتكلم عليه في هاد الشريط، وفي اخر لحظة خيرت انني ما ندويش على الانتخابات اطلاقا في هاد الفيديو، لحقاش دخلت الصفحة ديالي في الفيسبوك تنقلب تلقى واحد الصديق ديالي فيسبوكي سميته عبد الحميد قابوش كيدير واحد برنامج ديال الحوار الحر، برنامج مهم جدا، نقدر نخلي لكم الرابط لتحت. فلقيتو ابلودا واحد الفيديو غادي ندير لكم تسمعوه، انا بعدا تبلوكيت ما قديش فين باقي ندوي الانتخابات. اسمعوا معايا، اسمع. لان الحكومه لا تحكم مع كامل الاسد، والبرلمان لا يشرع مع كامل الاسد. من كان يحكم خلال هذه السنوات هي حكومه الظل، هي حكومه التراكتور، هي اللي خلقت هذه الازمات، وهي اللي وصلت البلاد الى ما وصل اليه الامر الان. هذا الواقع أقوله وأتحمل كامل مسؤوليتي فيه. الآن الميزانية الجهاز، غادي نهضر عن العاصمة الرباط سالة زمور زعير، هي 20% من الميزانية ديال داك مهرجان الموازي. تيجي مغني من مصر تياخذ الميزانية المجلس الإقليمي ديالنا. هذا الواقع ديالنا، هذا الواقع ديال الميزانيات. إلا سألت الرئيس قلت له شحال ميزانيتك، وسولت شاكيرا بشحال، شاكيرا 10 المرات هذه الميزانيه. انا ما غاديش نتكلم على مساله ديال الموازين، ما غنتكلمش على داك البورنو اللي كيدار في الساحات العموميه في المغرب وكيدوز في التلفزيون اللي كمولوه المغاربه من الجيوب ديالهم، وتيدار هاد البورنو تحت الرعايه الساميه لغوتي الزمان قدس الله سره أمير المؤمنين محمد الستاتون. ما غنتكلمش أنا في هاد الموازين. أنا اللي ما خلانيش نتكلم على انتخابات في الفيديو واللي خلاني نخير في آخر لحظة هو أنني تنشوف أمين عام ديال حزب عريق في المغرب وكان مشارك في هاد الحكومة الحالية ونسحب منها، وتيقول بان اللي تيحكم في المغرب هو حكومه الظل ديال الياس العمري. انا تصدمت، انا
هذا الكلام كنا تنقولوا كانوا كيقولوا كيمولوك بوليزاريو، دابا تيقولوا امين عام ديال الحزب اللي كان مشارك في الحكومه وخرج. السؤال، هاد السي الملك امير المؤمنين غود الزمان قدس الله سره اللي كيترأس حكومه لا تحكم، كاين جوج ديال الاحتمالات، يا اما ما فراسوش مسكين كما تيقولوا هما يا العبيد، تيقول لك مسكين ما فراسوش. حنا غنمشيو في هذا الطرح ديال ما فراسوش وتترأس حكومه اللي ماشي هي اللي تتحكم، تتحكم حكومه ديال الظل برئاسه الياس العماري. الا كان ما فراسوش هذا بمعنى انه ملك كامبو، وفي هذه الحاله من المهزله وتبهديله كبيره ان دوله في حجم ديال المغرب يكون على راسها ملك كامبو وما فراسوش، بان الحكومه اللي تترأسها راه لا تحكم، راه اللي تحكم هو حكومه الظل ديال الياس العماري. الاحتمال الثاني هو انه يكون فراسو بانه تترأس حكومه اللي ما تتحكمش، الحكومه الفعليه اللي تتحكم هي حكومه الظل ديال صاحبه الياس العماري. فهاد الحاله غادي يكون ملك تتريقل على المغاربه، يعني كيف يعقل ان ملك تترأس حكومه اللي هو عارف انها ما تتحكمش وما عندهاش السلطات، دونك تتريقل على المغاربه. هذا كيتسمى التريقيل وهذا كيتسمى التنايز، يعني ما تنشوف انا بانه ما يصلحش ملك ولا رئيس دوله يكون تترأس حكومه اللي ما تتحكمش وعارف بان راه كاينه حكومه اخرى تتحكم. ما جا حتى شي توضيح من عند القصر، لم يتم تكذيب هذا الكلام اللي قالوا امين عام ديال الحزب عريق في المغرب، لم يتم تكذيبه، بمعنى حنا في واحد الدوله اللي مبهدله الى اقصى الحدود. فاش تسمع كلام بحال هذا ما قالك ما تقول، تهز يديك تدوي على انتخابات، تدوي على الشطيحه، تدوي على الكواغط اللي مفركتينهم في الزناقي اللي كان يستحسن ان يمشيو يمسحوا بهم الجاج ديال المقرات ديالهم، اللي عندهم شي مقرات جوج ولا ثلاثه. على اين سال الكلام، انا شخصيا تنتسنى من القصر يقول شي حاجه فيما يخص هذا الكلام، حقاش هذا كلام خطير. كنت قال هذا الكلام في اي دوله كتحترم اغرام ديال الاحترام للشعب ديالها، كون راه هو مع شنو يطرا، كون راه وقع التوارات وكيفاش ما بقاش عندي انا كاع، ما بقاش عندي كاع الرغبه انني نهضر في شي حاجه تخص زعما الانتخابات. سالا ما هزيت يدي، كنتسنى شي توضيح من القصر واش هاد الكلام اللي قالوا امين عام ديال الحزب عريق في المغرب واش كلام معقول ولا ماشي معقول، واش كلام صحيح ولا ماشي صحيح. الا ما كانش صحيح راه خص شي حاجه، خص يتحاكم هاد السيد ولا ما يتحاكمش. هذا راه كيتبهدل المغرب، هذا راه المغرب دابا تبهدل في جميع الدول، تبهدلنا دابا صافي تبهدلنا. تيقول امين عام ديال الحزب خرج من الحكومه، الحزب ديالو كان مشارك في الحكومه خرج من الحكومه، وتيقول لك حكومه ما تتحكمش، كاينه حكومه اخرى باراليل مع ديك الحكومه، وهذه الحكومه الحاليه اي مجموعه ديال الكراكيز خشيبات، كراكيز حاطينهم تما مزينين بهم عكر، حاطوا القصر على الوجه ديالو. درت واحد الفيسبوك جديد، عندي فيسبوك جديد القديم غادي نسدو قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الفيسبوك الجديد ديالي غادي تلقاو تحت الشاشه، اللي بغى يتواصل معايا واللي بغى يشوف الحلقات الجايه ديال هذا الحوار اللي كنديرو مع الصفحه ديال الرصد المغربيه، واللي بغى يشوف الفيديوهات الجايين يمكن له يتسجل في القناه ديالي على اليوتيوب، اللي بغى يتسجل يتسجل، ما بغاش يتسجل ما غنديرلوش الربقه ما تسجلش ماشي مشكل. الانتخابات الشرعيه فاتت وسموها ثوره الصناديق، هاد الانتخابات غادا تفوت منا 3 ايام، كنتمنى باش يسميوها ثوره الصلاقيط، حقاش التصلقيط اللي شفنا في هاد الحمله الانتخابيه ما عمرنا ما شفناه في المغرب. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجبنا تعليمات غامضة، جبنا تعليمات غامضة، عروبي همزة حمضة، عروبي همزة حمضة، جبنا تعليمات غامضة، عروبي همزة حمضة، ما لقينا له ثمن وعايش في أمريكا، ما لقينا له ثمن وعايش في أمريكا. قال لكم سي شفيق هذوك التعليمات، وخرم في البريد وشرفوهم على الريد.